شهر محرم الحرام على الأبواب، والمؤمنون في كل مكان بدأوا بالإعداد لهذا الشهر الكريم. نحن ينبغي علينا أن نهتم بشهر محرم وبعزاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أكثر فأكثر. الاهتمام له درجات وله مراتب. مرتبة من هذه المراتب أن الشخص يشارك في عزاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. مرتبة من هذه المراتب أن الشخص يقيم بنفسه في بيته في حسينيته عزاء سيد الشهداء. مرتبة من هذه المراتب، وهي مرتبة رفيعة، ما وجدتموه من أن كثير من المؤمنين بذلوا ويبذلون أرواحهم وهي أغلى ما يملكون في سبيل سيد الشهداء. كان واحد من المؤمنين ذهب إلى كربلاء ثم عاد إلى قوم، فكان يتحدث ويقول: إنني متألم جدا لأنه ما نلت توفيق الشهادة في هذه التفجيرات. وكان يبكي عندما كان ينقل هذه القضية. فهذه أيضا تمثل مرتبة عليا. هنالك أفراد يضحون بأرواحهم ويضحون بكل ما يملكون في سبيل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه مراتب، مراتب في الدنيا، وتترتب عليها درجات في الآخرة.